قصتنا النهاردة عن منار اللي اتجوزت وهي عندها 18 سنة بعد ما خلصت دبلوم تجارة، وسابت أهلها في اسكندرية وراحت تعيش مع جوزها في الأرياف. سكنت معاه في بيت عيلة، وهناك اكتشفت إن حماتها وإخواته بيتحكموا فيها حتى وهي حامل وتعبانة ما بين شغل البيت وشغل الغيط. منار خلفت وهي في الشهر الثامن، وابنها جاله شلل دماغي أثر على مراكز الحركة، وبقت هي اللي بتجري بابنها لوحدها في رحلة علاج طويلة جدا. اتفاجئت بأهل جوزها بيقولوا لها المصاريف عندنا بتبقى للبيت والأرض وبس، وبدل ما العيل بقى واحد بقوا اتنين، خلفت تاني، ومنار ما بقتش قادرة تلاحق على علاجهم ورعايتهم وشغل الغيط والبيت. راحت رايحة عند أهلها، فأهلها رجعوها، ورجعت ريما لعادتها القديمة زي ما بيقولوا. تعبت لدرجة انها يعني قعدت تفكر في الانتحار، وده اللي خلينا نتكلم في القصة تاني النهاردة. جوزها اقترح عليها انه يعمل معاها خناقة كده وكده عشان تروح لأهلها وترتاح هناك شوية، وهو بيعمل كده وكده رمى عليها اليمين بجد، طلقها. لما العدة قربت تخلص كلمها عشان ترجع، وهي دلوقتي بين نارين، ترجع وتكرر نفس التفاصيل تاني ولا تصمم على موقفها وتقول له خلاص مفيش رجعة.